أكيد لو he encontrado esas semejanzas. الحقيقة في وجه شبه كبير جدا ما بين فن الأراجوز في إسبانيا وفي مصر، وأنا وجدته فعلا ما بين الأعمال اللي قدمها فيدريكو جارثيا لوركا والسيد فايس، وشفت بنفسي فن الأراجوز في مصر هنا وبالتحديد في حي الحسين. En España los títeres pasaron unos años malos, pero se han recuperado. Y hay, مسرح العرايس في اسبانيا مر بمرحلة ايضا مرحلة سيئة، مرحلة من التراجع والانكماش، الا انه رجع مرة اخرى واستعاد قوته ورجع بقوة كبيرة جدا، وجددوا العروض وجددوا طريق ادواتهم وجددوا اساليبهم، واصبح في اقبال جماهيري كبير جدا على مسرح العرايس. عندنا كان على هامش المهرجان الذي جاء تحت اسم الأراجوز ملهما تكريم مبدعين وشعراء استلهموا الأراجوز زي أبو السعود الإبياري وفؤاد حداد وسيد حجاب وغيرهم من الشعراء الكبار والمبدعين الكبار استلهموا الأراجوز. قصدنا نلقي الضوء على الأراجوز كتراث مصري أصيل، وده اللي عملناه في الدورة الأولى بتكريم اللاعبين الشعبيين، لكن قادرين نقول في هذه الدورة أنه قادر على الاستمرار على الحياة، بدليل أن احنا واخدين نص عالمي لروركا ومقدمينه من خلال أدوات الأراجوز المصري. الفن ده وهو فن حلاوته ان هو يقدر يوصل للصغير والكبير. يعني انت لو عايز تعلم زي ما هو كان بيقول ان هو اصلا بيعلم بالطريقه دي لغه او وات ايفر، يعني فهي الفكره انه فكره التعلم او التعلم اللطيف ان انت تحبب الناس في الحاجه بطريقه مش مباشره. اي ايفنت بتعمل هنا في سيربانتس يفضل ان انا احضره علشان اتعرف على ثقافه البلد اللي انا بدرس لغتها بار اسبانيول الثارسي. لازم ان انا اعرف مثلا هنا دي ندوه ثقافيه عن لوركا، لازم اعرف مين الشخصيه دي، اجمع عنه معلومات. يفضل اي حاجه ليها علاقه بثقافه اسبانيا تتعمل هنا في دار سيربانتس ان انا احضر عشان اتعرف، يعني اكون معرفه عن لغتي.